ألو، ألو، غلب كذا صوت مسموع، احكوا لي مسموع. دكتور مسموع. دكتور صوت مسموع. أوكي تمام، الشاشة ظاهرة. بيرفكت. تمام. طيب ان شاء الله اليوم راح نستكمل ما بدانا فيه في تشابتر 7، ووصلنا اخر شيء عند موضوع بسموه سيل فراكشنيشن. كلمه فراكشر شو معناها؟ معناها كسر، تحطيم. فسيل فراكشنيشن هو عباره عن تحطيم الخليه لمعرفه ما في داخلها، معرفه مكوناتها. فهي احدى الطرق اللي مكنت العلماء انهم يعرفوا مكونات الخليه الداخليه. بناء هلا راح نشوف على المولكيولر ويت تبع كل عضيه. فسيل فراكشنيشن تيكس سيلز ابارت، يعني نفتح الخليه وناخذ مكوناتها and separates the major organelles from one another. فبصير عندي فصل لمكونات الخلية عن بعضها البعض، وهذا بيخليني ك يعني باحث أو عالم إني أدرس كل مكون على حدة من ناحية المورفولوجي تبعه الشكل، وبالتالي راح أحدد الوظيفة later on. Centrifuges fractionate cells into their component parts. فأنا بستخدم جهاز الطرد المركزي، فبتعرفوا جهاز الطرد المركزي بصير يعمل عملية دوران بسرعات معينة، وبصير تترسب أو تنزل إلى القاع المكونات الخلية بناء على الحجم تبعها، their size أو المولكيولر weight size. Cell fractionation enables scientists to determine the function of organelles. دكتور الصوت بيقطع. تأكدي من الإنترنت عندك شوي. أنا عندي الإنترنت قوي جدا جدا. عندي ما بيقطع. اللي بكون اللي بقطع عنده الصوت بكون عنده النت هو ضعيف. فهم عملوا زي ما حكينا هاي الطريقه انه من خلالها قدروا يعرفوا الشكل تبع هاي العضيات، وبالتالي استطاعوا انه يحددوا الوظيفه تبعتها. بايوكيمستري اللي هو علم الكيمياء الحيويه، and cytology علم الخليه، help correlate cell function with structure. فقدروا من خلاله يربطوا بين الشكل والوظيفة، زي ما راح نشوف لقدام شوي في بعض العضيات بناء على شكلها استطاعت أن تأخذ وظيفة معينة. فخلينا نشوف شو اللي ساووا بالضبط وكيف قدروا يتوصلوا لمكونات الخلية. فهم شو جابوا في البداية؟ جابوا تيشو سيلز. احنا بنعرف من أيام المدرسة أنه group of cells بيعملوا له تيشو، يعني مجموعه من الخلايا بيعملوا لي نسيج حطوها بتيوب وعملوا لها homogenization اللي هو باللغه العربيه المجانس التجنيس، يعني زي حطيتهم بخلاط بطلت اميز، فبطلع شيء عندي اسمه بسموه هوموجينت، الخليط المتجانس. لاحظ كيف زي لما تعمل كوكتيل بتحط مثلا موز كيوي بطيخ بوظه الى اخره، في البدايه بتشوف كل شيء لحال، لما تضربه مع الخلاط بيطلع عندك السمودي، بتبطل تميز وين الفراوله من البطيخ من الكيوي اللي حطيته لها، فبسموه هيموجينت. الان بعد ما حصلوا على هذا الهيموجينت اجوا حطوه على جهاز السنترفيوج وعملوا سنترفيوجيشن اللي هي عمليه الطرد المركزي، زي ما احنا شايفين عملوها بسرعات مختلفه وباوقات مختلفه. فاول شيء بعد ما حطوه بالخلاط وعملوا حصلوا على الهيموجينات، اجوا حطوا هذا التيوب بالجهاز الطرد المركزي على 1000 جي، اللي هي الجي مش جرام، الجي هي عباره عن جرافيتي فورس، قوه الطرد المركزي، وحطوها ل 10 دقائق. يعني حطوا هذا التيوب بالجهاز الطرد المركزي على سرعه 1000 ول 10 دقائق ووقفوا. بعد ما وقفوا اخذوا هذا التيوب وجدوا انه هذا التيوب يقسم الى قسمين، القسم الصلب اللي بسموه البلت، وجزء شبه سائل بسموه سوبر نيتنت. فلما فحصوا
البليت هاي الجزء الصلب وجدوا انها غنيه بالنيوكلياي اند اذر سيلولر ديبريز زي مخلفات الجدار الخلوي السلو. فمن هاي الملاحظه كونه نيوكلياي وجدوها في البليت وترسبت هذا بعطيني انديكيشن ايش ان النيوكلياي ايش خفيفه ولا اثقل شيء اخف شيء ما راح يكون في عندك كثير نازل تحت لا هاي حمز العكس كونها نزلت تحت معناته هي الاثقل شيء زي ما حكينا الجي اسمها جرافيتي فورس جرافيتي يعني قوه الجاذبيه فانا بناء على مبدا الجاذبيه الجسم الثقيل بينزل بالاول ولا الخفيف الجسم الثقيل دكتور بينزل بالاول يس الثقيل نعم ف بصير في له ترسيب ايوه ترسيب فبناء على هاي بتكون كمان الماتيريال هاي بتكون كثير مكتشر عشان هيك صح يس بتكون والمولكيولر ويت تبعها بكون عالي فوجدوا انه بما انه النيوكلياي اول شيء نزل معناته النيوكلياي اثقل مكونات الخليه ردوا شو ساووا اخذوا هذا السوبر نيتنت وحطوه بتيوب ثاني وحطوه بالجهاز الطرد المركزي على 20000 جي يعني قوه الطرد المركزي زادت وعلى 20 منت 20 دقيقه وجدوا برضو كمان نفس الشيء تكونت طبقتين سائله وصلبه لما فحصوا الصلبه وجدوا انه فيها عباره عن الميتوكوندريا والكلوروبلاست معناته ثاني اثقل شيء بعد النيوكلياي شو كان الميتوكوندريا والكلوروبلاست بما انهم اثنين نزلوا مع بعض هذا بيعطيك انه الميتوكوندريا والكلوروبلاست شو مالهم نفس الحجم دكتور كلهم نفس الحجم او الوزن اوكي الان ردوا اخذوا السوبر نيتنت هاي مره ثانيه وزادوا عمليه سرعه الطرد المركزي خلوها على 80000 جي وعلى ساعة كاملة فوجدوا انها مكونة من اشي بسموه مايكروسومز مايكروسومز اللي هي الاجزاء المتحطمة من الشبكة الاندوبلازمية الموجودة في الخلية فهاي كانت اثقل اشي بعدين اخذوا السوبر نيتنت وحطوه بتيوب ثاني وعملوا له رن على 150000 جي لثلاث ساعات لما فحصوا البلت وجدوا اخر شيء انه فيها مكون واحد اللي هو الرايبوسومز فلو سالناك سؤال بالامتحان based on the cell fractionation techniques the lightest component of the cell is microsome mitochondria ribosomes nucleus ribosomes جواب ribosomes لان انا سالتك عن the lightest thing لو سألتك عن الـ heaviest component نيوكليوس دكتور اللي هي النيوكليوس بالحالة هاي تمام؟ سألني أحد الطلاب دكتور هذول نحفظهن؟ قلت له بعينك الله بدك تحفظ هالأربع أرقام 1000 10 دقائق 20 20 دقيقة 80 60 دقيقة و 150 3 ساعات بدك تعرف في كل واحدة شو بكون المكون السلايدات اللي بعدها اللي هي سلايدات مكبرة لهاي العملية بالضبط. طيب نجي على شيء جديد واخذته بالمدرسة بس الآن نرد نعيده مرة ثانية اللي هو شيء بسموه eukaryotic cells الخلايا حقيقية النواة فخلينا نقطع كلمة eukaryotic eo معناها real حقيقي karyotic اللي هي nucleus فهي خلايا تحتوي على النواة have internal membrane that compartmentalize their function يعني فيها أغشية داخلية من جوا هاي بتعمل على يعني توزيع المهام في الخلية لذلك راح نشوف يعني في أعضاء لها وظيفة معينة تختلف عن عضيات بوظائف أخرى يعني دائما أنا بشبهها بالبيت لو تيجي على البيت اللي هو عبارة عن الخلية الكبيرة البيت مثلا في غرفة ضيوف في مطبخ في غرفة جلسة في غرفة نوم في مكتب إلى آخره يعني لو قلت لك على سبيل المثال طبخنا اليوم والله منسف في الغرفة
مباشره شو بتقول لي وين طبختوا؟ بالمطبخ صح. هل يعقل انك تطبخ غرفة الضيوف؟ لا. ليش؟ لانه صارت نطبخ بناء على المسمى اخذ الوظيفه. يعني غرفه الضيوف وظيفتها استقبال الضيوف، مكتب بدي اشتغل فيه، مطبخ بدي اطبخ فيه، وهكذا. يعني دكتور كل جزء له فانكشن معين. Exactly. نعم، كل جزء في الخليه له فانكشن معين. هلا كل الاجزاء تتكامل فيما بينها فيما بعضها البعض حتى تبقي الخليه على قيد الحياه. The basic structural and functional unit of every organism is one of two types of cells. يعني لما نيجي نحكي عن الخلايا، في عندي نوعين من الخلايا، إشي بيسموه prokaryotic بدائية النواة، or eukaryotic حقيقية النواة. فهذا الفصل إن شاء الله راح نتعرف على شو الفرق بيناتهم، وراح نركز أكثر إشي على eukaryotic لأنه هي اللي فيها العضيات. هلا only organisms of the domains، domains يعني مجموعات، bacteria and archaea consist of prokaryotic cells. معناته لو اجاني سؤال بالامتحان one of the following is a domain of prokaryotic cell وقال لي fungi, protist, archaea, animals، فانا بدي اعرف انه البروكاريوتيك سيلز فيها فقط البكتيريا والاركيا سيلز، بينما ما تبقى من ذلك اللي هي البروتيستس اللي بسموها كنت تسموها بالمدرسه الطلائعيات، فانجاي الفطريات، انيمالز الحيوان، اند بلانتس النباتات، all consists of eukaryotic cells، بمعنى اخر فيها نواه حقيقيه داخل خلايا. الآن comparing prokaryotic and eukaryotic cells، قبل ما نعمل المقارنة خلينا نشوف شو الأشياء المشتركة حتى يكون الكائن الحي living organism. فلازم تتوفر في هاي الأمور في الخلايا سواء pro أو eo. plasma membrane اللي هو الغشاء البلازمي، semi أو semi fluid substance called cytosol. وهلا عشان اعطيكم لقدام شوي راح نشوف مصطلحين سايتوسول وسايتوبلازم. كثير من الطلاب يقول لك دكتور هذول نفس الشيء، بقولهم لا، السايتوبلازم يساوي سايتوسول اللي هو السيمي فلويد سبستانس زائد الاورجانيلز، يعني الجزء السائل مع العضيات الخليه بيساوي السايتوبلازم. السايتوسول اللي هو السيمي او سيماي فلويد الموجود في الخليه. الكروموسومز الكروموسومات اللي هي تحمل الجينات، والرايبوسومز اللي هي بتصنع البروتينات. فأي خلية حتى تصير خلية حية وفانكشنال لازم يكون فيها بلازما ممبرين، لازم يكون فيها سايتوسول، لازم يكون فيها كروموسومز، لازم يكون فيها رايبوسومز، سواء كانت بروكاريوتيك سيلز أو إيوكاريوتيك سيلز. ننتقل الآن نشوف خصائص البروكاريوتيك سيلز. ليش سموها بدائية النواة؟ are characterized by having no nucleus، فهي ما فيها نواة. DNA اللي بتذكروا deoxyribonucleic acid in unbound region called nucleoid، هاي دائما بتيجي ضع دائرة في الامتحان. The unbound region of the prokaryotic cell is called nucleoid، ولا تخربط بين النيوكليويد والنيوكليوتايد. النيوكليوتايد هي الوحدة الأساسية لبناء الدي ان ا. نو ممبرين باوند اورجانيلز، ما فيها عضيات، لذلك بسموها بدائية، أي شيء بدائي بكون مش متطور غير معقد، فما فيها عضيات خلوية. والسايتوبلازم أو إذا بكون أدق اللي هو السايتوسول باوند باي ذا بلازما ممبرين، كونه ما في نواة يعني اللي بيحيط من الخارج السيتوسول هو البلازما ممبرين. نرجع الرسمة هاي اللي هي تمثل لي خلية بكتيرية، واحنا عرفنا صح انه البكتيريا والاركيا هي من الخلايا البروكاريوتيك سيلز. لاحظ بتطلع على الخلية البكتيرية بشوف انه فيها البلازما ممبرين، هيو فيها المادة الوراثية
سارحة في الخلية في السيتوبلازم مش محصورة في النواة، لأنه البكتيريا ما فيها نواة أصلاً، فبسميها نيوكليويد. فيها السيل وول وفيها هاي شايفين النقط السوداء، هاي بسموها الرايبوسومز اللي إلها دور في عملية صناعة البروتين. الآن موضوعنا من هذا الشابتر اللي هو صراحة الإيوكاريوتيك سيلز، الخلايا حقيقية النواة وليس البروكاريوتيك. بس أنا بدي أعرف شو بيميز البروكاريوتيك. الإيوكاريوتيك سيلز زي ما حكينا are characterized by having DNA in a nucleus. هنا كان unbound سارح اللي هو سميناه nucleoid، هون لا، DNA شرط يكون بنيوكليوس that is bounded by a double membrane، فيها غشائين، الغشاء الخارجي الأوتر ممبرين والإنر ممبرين الغشاء الداخلي. برضو من خصائص الإيوكاريوتيك سيلز إنها ممبرين باوند أورجانيلز، فيها عضيات خلوية. السيتوبلازم فيها محصور بين الريجون بتوين the بلازما ممبرين الخارجي and the nuclear envelope أو اللي هو النيوكليوس اللي هو الغلاف الخلوي، فبكون بين الغلاف الخلوي والغشاء البلازمي، هون بكون موجود السيتوبلازم اللي بكون بيحتوي على السيتوسول مع عضيات الخلية. الإيوكاريوتيك سيلز are generally much larger than prokaryotic cells، يعني من حيث درجة التعقيد الإيوكاريوتيك سيلز بتكون أكثر تعقيدا. The plasma membrane، وهي إن شاء الله راح نحكي عنه بشابتر 8، is a selective barrier that allows sufficient passages of oxygen, nutrients, and waste to service the volume of every cells. فهو بتحكم بدخول وخروج المواد من وإلى داخل الخلية. وهي في عندي هون صورة، وإن شاء الله راح نيجي نغطيها بالتفصيل، بس هون المفروض تتذكروا لي الشغلة هاي من شابتر 5 اللي لما حكينا عن البلازما ممبرين المكون الأساسي تبعه مين؟ شو هذا الشكل بذكرك؟ بيش بذكرك؟ هيا فوسفو ليبيدز، الدهون المفسفرة، لاحظ اللي بتكون محتوية على الهيدز والتيلز، وحكينا انه التيلز بتكون هيدروفوبيك، لاحظ ذلك فالة من المي، والهيدز عادة بتكون هيدروفيلك لذلك تواجه الماء. فهذا هو البلازما ممبرين، وراح ناخذ ان شاء الله بشابتر 8 كيف بيعمل على يعني تنظيم دخول وخروج المواد من وإلى الخلية. الآن نيجي على الميتابوليك ريكويرمنتس set upper limits on the size of cell. شو يعني؟ لو سألتك سؤال بسيط، هل تتوقع استهلاكك للطعام زي استهلاك الفيل؟ أكيد لا دكتور. أكيد لا. ليش؟ لأن الحجم له دور. أيوة. أول شغلة. حجم الفيل كبير، فبالتالي حجم الإنسان بيكون أقل، فبالتالي بيكون استهلاكه أكبر للمواد. نعم، فبتكون معدلات عمليات الأيض اللي هي بسموها metabolic requirements للفيل أعلى من الإنسان. الآن خلينا نيجي على نقطة وركزوا معي فيها، مش صعب العملية وسهلة جدا جدا. The surface area to volume ratio of a cell is critical، يعني حساس surface area بالنسبة للحجم. انتبهوا على العبارة هاي الأخيرة، شو بقول لك؟ As a cell increases in size، تكبر بالحجم، its volume grows proportionally more than its surface area، يعني الحجم الداخلي تبعها بيكبر أكثر من surface area. ننتبه على السلايد اللي بعده وركزوا معي، بدي أعطيكم مثال أنتوا لحالكم راح يعني تفهموا فهم. كثير من الطلاب سألني دكتور هاي الأرقام نحفظها؟ لا، أنا بدي إياك تفهمها، بدي إياك تحفظها. الآن في عندي جملة جوهرية جدا جدا فوق، شو بقول؟ Surface area increases while total volume remains constant. يعني هذول في عندي مكعبين، شايفينهم؟ مكعب على اليمين ومكعب على الشمال. لو سألتك سؤال شو مساحة المكعب؟ احسب لي قلت لك مساحة المكعب. المكعب كم وجهي له؟ ستة. ستة. كل وجه شو يمثل؟
صلح. مربع صح؟ يعني هاي خمسة بخمسة، هاي خمسة بخمسة، هاي خمسة بخمسة، واللي هناك خمسة بخمسة، واللي هناك خمسة بخمسة، والقاع خمسة بخمسة. تمام؟ الآن هذا نفس المكعب، نفس الحجم، كل شيء is the same. لكن لو جيت أسألك سؤال، هل مساحة السطح لهذول المكعبين متساوية؟ الجواب لا. أعطيك مثال تشبيهي دائما بعطيه للطلاب. لو سألتك سؤال، لنفرض أنه هذا السهم من هون لهون عبارة عن سنسال ذهب طوله 20 سنتي، تمام؟ من هون لهون 20 سنتي. لو قلت لك أيها تأخذ هذا السنسال ولا سنسال ذهب طوله 20 سنتي بس زيجزاج، أيها تأخذ أحسن؟ السنسال الذهب اللي بكون 20 سنتي زيجزاج صح؟ يا عين عليك. لو سألتك سؤال ليش؟ وهذا 20 لأنه... وهذا 20، لأنه الزجزاج هو أخذ من مساحته، هو بيكون أطول لو نيجي نفرده عادي بيكون أكبر عنده الفوليوم. يا عشان عليك معناته لو أنا فرضت هذا السنسال اللي طوله 20 سنتي احتمال يوصل طوله 40 سنتي، فقيمته مساحة سطحه وبالتالي بدها تكون الدبل. نعم عن قيمته رح تعطيني الدبل عن الأصلي، بالرغم أنه أنا قلت لك طوله 20. بمعنى آخر الفوليوم تبعته أو هون الطول تبعه ثابت، كان هون 20 وهون 20، لكن السيرفس إيريا تبعته اللي هون كانت أعلى، لأنه لو فرضته بجوز يعطيني طول 40. فهون نفس المبدأ، أنا عندي مكعب وهذا عندي مكعب، هذا 5 في 5 25، 25 في 6 150، هيها هذا الرقم جاء 50، شايف؟ هون إنه إله 6 أوجه، أوكي؟ الآن هون 150، هون لا، أعطاني 750، اللي هي 125 و125 قديش؟ 250، كمان 125، كمان 25، 500، كمان 25، كمان 25، بطلع عندي 750 هون. ببدأ أجي أقسم كل مربع لحال، هون صار عندي مربع 2 3 4 5، مربع 2 3 4 5 على وجه على نفس السطح، هذا كان يعطيني 25 صح؟ اللي هو 5 في 5، فأنا عندي 6 أوجه، 5 في 5، 5 في 25 عفوا، بطلع 150. دكتور هلا شو الاريا تعيت مش المكعب الاول، المكعب الثاني اللي فيه مكعبات صغيره؟ هلا شو حسب يعني هلا قديش بتكون هي؟ هلا حسب كل وجه بعطيني 125، يعني كل وجه 125 عشان بنضربها ب 6 وبطلع معي هيك. نعم بالضبط، بطلع عندي 750، بالرغم انه كمساحه مكعب كامل او حجم مكعب شو مالها؟ متساويه. هذا متساوي زي نفس مثال السلسال، مش هذا كان طوله 20 قلنا على سبيل المثال، واللي زيجزاج طوله 20، لكن انت شو اخترتي؟ اخترتي ال 20 اللي زيجزاج، ليش؟ لانه قيمته الماديه اعلى، الفوليوم بيكون اكثر. نعم، فبالتالي مساحه سطحه اعلى. فانا اللي بدي اياكم من هذا المثال شو تفهم لي؟ تفهم لي انه ليس بالضروره اذا كانت الفوليوم نفس الشيء إنه السيرفس إيريا نفس الإشي. ودائما بعطيك مثال بسيط. الآن لو سألتك أنت كشخص بالغ كم طول الأمعاء في جسمك؟ هلا بعرف إنها أنا على ما أعتقد إنها 8 متر بس ملفوفة سوا كلها. هي من 9 إلى 12 متر. هيك شيء. إحنا كلنا على بعضنا قديش؟ يا دوب يعني أفرج متر و 65 متر و 70. هل تتخيل انه في بطنك الان 12 متر بس مش مبينات؟ يعني بدك تيجي تحسب الفوليوم تبعت بطنك في حالها يدوب تطلع كمية بسيطة جدا جدا، يعني لا تذكر بالنسبة لطولك، لكن لانها شكلها زي الزجزاج فبياخد معي مساحة اقل. نعم، فهي الفوليوم ظلت ثابتة اذا بدي اقارنها مثلا مع مساحة سطح كائن حي اخر،
لكن كفائتها أعلى من حيث الامتصاص، وأنا بعرف الأمعاء وظيفتها الامتصاص، فبالتالي بتزيد مساحة السطح بتصير بشكل عالي جدا جدا. طيب الآن ننتقل إلى رحلة في عالم الخلية، راح نشي إيش يسموه panoramic view of the eukaryotic cell. panoramic يعني وكأني بطلع عليها الآن من فوق، فكأنها الخلية مكشوفة. يعني تخيل أنا عندي سيارة بانوراما وأنا على البلكونة من فوق، فبقدر أشوف غرفة السيارة من جوا through the glass اللي موجود في القزاز. فالآن أنا بتفرج كأنه هاي عندي الخلايا عبارة عن سيارتين بانوراما، وبتفرج من فوق عليهم وأشوف شو مكونات الخلية. Eukaryotic cell has internal membranes اللي هي العضيات that divide the cell into compartments. تقسم الخلية لحجرات زي ما أعطيتكم المثال قبل شوي. أنا عندي البيت يمثل خلية، في عندي غرفة ضيوف، في عندي المطبخ، في عندي المكتب، في عندي غرفة القاعدة إلى آخره. هذول شو بسميهم؟ The organelles العضيات. The basic fabric of biological membrane is a double layer of phospholipids and other lipids. لذلك راح نشوف إنه الفوسفوليبيدز إلها يعني بتدخل كمكون رئيسي في معظم عضيات الخلية. Plant and animal cells have most of the same organelles. يعني الخلايا النباتية والحيوانية تتشارك في معظم العضيات، لكن في ما يقارب 5 major differences between animal and plant cells. راح نتعرف عليهم في مشوارنا في رحلة الخلية. فنيجي الآن على هذا الشكل، هذا panoramic view of an animal cell. هلا راح بس نطلع على البلانت سيل. هلا دكتور هذا الشكل كله حفظ صح؟ هلا ايوه انا ما بدي هلا تنصدموا. هلا هو يس في نهاية الشابتر راح يصير تطلع تقولي نيوكليوس مكونه من كذا كذا، بلازما ممبرين، رايبوسومز، جولجي، لايسوسوم، ميتوكوندريا. انت راح تصير تقول لانه راح ناخذهم كل وحده لحال. الان انا بس بدي اياكم تطلعوا على البانوراميك فيو، نطلع بشكل على عجاله. بنبلش بالنيوكليوس، هي النواه، لاحظ ماخذ جزء لا باس فيه من الخليه. زي ما احنا شايفين في عندها نيوكليير انفلوب، غشاء النووي، في نيوكليولس النويه، في عندي الكروماتين اللي هي ماده وراثيه زائد بروتين، ما حنحكي عنها بالتفصيل، بس تخيلوا لي اياها الان انه هاي النيوكليوس. البلازما ميمبرين اللي حكينا هسه هو بيعمل على تنظيم دخول وخروج المواد. في عندي الرايبوسومز انذكروا قبل هالمره اللي لهم دور في صناعه البروتين. في شيء بسموه جولجي اباراتس، جهاز غولجي او جولجي اللي اخذته بالمدرسه. في عندي اللايسوسوم اللي هي اللايسوسومات ترجمتها بالعربي. في عندي الميتوكوندريون اللي هي مفرد ميتوكوندريا اللي هي بالعربي نفس الشيء ميتوكوندريا. في عندي البيركسوسومز اللي هي نفس البيركسوسومات. في عندي مايكروفيلاي الخملات المعويه. في عندي مايكروتوبيو، في عندي سايتوسكيلتون مكون من مايكروفيلمنت، انترميديت فيلمنت، مايكروتوبيوز. لا 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 ترتبك الان من كثره الاسماء عادي. في عندي السنتروسوم هيو. في عندي فلاجيلوم الصوت. في عندي الاندوبلازميك ريتيكولوم الشبكه الاندوبلازميه بنوعيها. في عندي السموث اي ار والرف اندوبلازميك ريتيكولوم. هاي الان بانوراميك فيو، يعني انا كاني طلعت عليها من فوق وشفت هاي العضيات. هلا مع نهايه الشابتر ان شاء الله بنكون كلهم عارفينهم. الان احفظ لي هذا الشكل لدقائق معدوده في ذهنك، والان راح ننتقل للشكل الثاني. اول سؤال بسالك اياه، هل هذول نفس الشيء؟ شكل وايز. لا دكتور، قبل انيمال وهاي بلانت. الجواب لا، انه هذيك كانت انيمال، هاي بلانت. لاحظ البلانت تاخذ شكل محدد. ليش؟ لانه فيها شيء موجود مش موجود بالخلايا الحيوانيه اللي هو مين؟ سيل وول اللي هو الجدار. انه شكلها دكتور سداسي الجدار الخلوي، يس بتكون يس لها شكل مميز. الان برضه نفس الشيء، في اشياء مشتركه بينها وبين الخليه الحيوانيه. نيوكليوس نفس الشيء، نيوكليير انفلوب، نيوكليولس، كروماتين نفس الشيء، الرف اندوبلازميك ريتيكولم، وفي عندي سموث اندوبلازميك ريتيكولم نفس الشيء، رايبوسومز نفس الشيء. ايوه في عندي شيء ما كانش موجود، لاحظ هذا الجزء الكبير اللي هو ايش؟ سنترال فاكيول، الفجوات العصاريه، لاحظ كبيره هي. برضه سايتوسكيلتون، في عندي مايكروفيلمنتس، مايكروتوبيولز،
في عندي إشي ما كانش موجود بالخلايا الحيوانية اللي هو الكلوروبلاست، المادة الخضراء اللي هي من خلالها بتكون نشوف النباتات خضراء، وإلها قدرة على إيش؟ ذكروا من المدرسة نسبة كلوروبلاست شو بتحتوي على بناء الضوئي إشي زي هيك، نعم، صح؟ نعم، اللي هي البناء الضوئي لأنها بتحتمي على مادة الكلوروفيل القادرة على امتصاص أشعة الشمس، لذلك دائما نحكي عن الخلايا النباتية خلايا ذاتية التغذية، يعني قادرة على صنع غذائها بنفسها، بينما الحيوان لا يستطيع. احنا ما نقدرش نعمل عملية بناء ضوئي، لازم نعتمد في غذائنا إما على الحيوان أو النبات. في عندي هون بسموه بلازموديزماتا، برضو راح نشرحها، اللي هي الفجوات اللي بين الخليات المتجاورة، الخلية النباتية مع خلية أخرى، فهي تمثل channels عشان تبادل المواد. في عندي زي ما حكينا السيل وول، بلازما ممبرين، ميتوكوندريوم، بيركسوسوم، جولجي أباراتس and so forth. فالآن راح إن شاء الله نبدأ في رحلة اللي هي بسموها a tour of a cell، رحلة في عالم الخلية. هاي الأجزاء كلها راح نأخذها على حدة، كل جزئية راح نشوف كيف الشكل تبعها وكيف الوظيفة تبعتها. فيما بعد لما ترجع لهاي الرسمتين راح تطلع، راح تقول آه هذا بعرفها، هاي بعرفها، 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 وبصير زي عملية مراجعة إليك للامتحان. طيب نيجي على الايوكاريوتيك سيلز، جينيتيك انستركشنز اند هاوسد ان ذا نيوكليوس اند كاريد اوت باي ذا رايبوسومز. يعني لما نيجي نحكي عن النواة فبنحكي هي بيت المادة الوراثية اللي هو الدي ان ايه، وإلها برضو كمان اللي هي المسؤولة عن التشفير للرايبوسومز من عشان تعمل عملية صناعة البروتينز. فنيجي على النيوكليوس. هلا كوننا حكينا نيوكليوس معناته أنا بعرف تلقائيا أنه أنا قاعد أحكي عن بروكاريوتيك ولا إيوكاريوتيك. إيوكاريوتيك سيلز لأنه هي خلايا حقيقية النواة فموجود فيها نيوكليوس. فthe nucleus contains most of the DNA وليس all of the DNA، يعني معظم 95% من المادة الوراثية في أي كائن حي موجود في الDNA. لا بروح أشوف لك قدام شوي إنه الميتوكوندريا والكلوروبلاست برضو فيهم الDNA الخاص فيهم. الرايبوسومز use the information from the DNA to make proteins. وين أخذناها بشابتر 5؟ هاي قلت لكم احتمال تجيكم بالامتحان ماتش أو مس ماتش. تذكروا لما حكينا DNA mRNA شو بعطيني؟ بروتين. بروتين صح؟ فالDNA هو اللي بيشفر للرايبوسومات حتى يصنع الDNA. هل يغادر الDNA النواة؟ ما بيغادرها صح؟ لا ما بيغادرها. مين بيودي؟ mRNA. mRNA اللي بيروح على الرايبوسومات بحكي لها هاي الشفرة الوراثية، فبصير يصنع ايش؟ الأحماض الأمينية بناء على الشفرة الوراثية، فبيكون لي بروتين معين. الآن the nucleus information central هو مركز المعلومات. ليش؟ لأنه موجود في الDNA زي ما حكينا. The nucleus contains most of the cell genes and is usually the most conspicuous organelle. conspicuous الأكثر وضوحا. لما أجي أطلع بالمايكروسكوب، اللي منكم بياخذ 107 هلا مختبرات، ما عرفش تاخذوا بالجامعة ولا أونلاين. anyways اللي بياخذ مختبر 107 راح يشوف إنه لما نيجي نطلع بالمجهر الضوئي على الخلية، أول إشي واضح والأشد وضوحاً اللي هو النيوكليوس. يعني احتمال يجيني سؤال بالامتحان the most conspicuous organelle in eukaryotic cell is nucleus, ribosomes, peroxisomes, mitochondrion. فبدي أعرف إنه the most conspicuous لها النيوكليوس. الآن هاي النيوكليوس محاطة بغشاء. من اسمه الغشاء المحيط النواة شو بيكون اسمه تتوقع؟ الغشاء البلازمي؟ لا، نواة. نووي. نووي. فبتكون محاطة بغشاء نووي. فنيوكليار انفلوب انكلوزز ذا نيوكليوس، بحيط بالنيوكليوس، separating it from the cytoplasm. يعني بيعملها حاجز بينها وبين السيتوبلازم. ذلك هي النواة.
وحدة مستقلة تعتبر عن السيتوبلازم لحالها. الآن النيوكليار انفلوب شو وظيفته؟ النيوكليار انفلوب is a double membrane. Double membrane معناته mainly مكون من phospholipids. Each membrane consists of a lipid bilayer. تذكروا lipid bilayer اللي هي الphospholipids، فبكونوا الheads toward water والtails بكونوا interior. ليش؟ لأنه الهيدز هيدروفيلك والتيلز هيدروفوبيك. ممتاز، تمام. فنيجي الآن نطلع على شكل النواة كتركيب. فهاي النيوكليوس، لاحظ في عندي أنا نيوكليير انفلوب، في عندي هاي زي الطبع شايفينها اللي هي هون مكبرة وهون صورتها بالاستخدام المجهر الإلكتروني الترانسميشن الإلكترومايكروسكوب. هاي عبارة عن نيوكليير بورز، الثقوب النووية، تقريبا قطرها لا يتجاوز 100 نانومتر. فهاي لها دور في عمليه تنظيم دخول وخروج المواد. تذكروا لما حكينا يغادر الام ار ان اي النواه الى السيتوبلازم عن طريق ايش بيغادر؟ بيغادر عن طريق النيوكليير بور او بسموه بور كومبلكس اللي هي الثقوب النوويه، فبيطلع الى السيتوبلازم. واضحه دكتور؟ بالله عيد بشكل سريع. هاي انا عندي النواه، لاحظ موست كونستيتوس موجوده، في عندي النيوكليوس والكروماتين اللي راح نحكي عنهم هلا. على الغلاف النووي في عندي نيوكليير بورز اللي هي الثقوب النوويه، هاي شايفتها زي الدمغات الحمراء اللي هون بصوره مكبره شايفتها. فهاي من خلالها هي عباره عن فتحات خاصه موجوده في الغشاء النووي ليتم عملية التبادل بين السيتوبلازم وداخل النواة، سواء الامارنة بده يخرج أو تيجي أحماض أمينية إلى آخره and so forth. تمام، يسلم دكتور. أوكي، الآن هذا أشرح لكم عنها إنه كيف استطاعوا إنه يشوفوا الأوتر والإنر ممبرين. في تكنيك بيسموها فريز فراكتشر، من اسمها فريز. شو يعني فريز؟ بمعنى تجمد؟ يس، تجميد. فراكتشر تكسير، يعني أنا بكسر من خلال التجميد. فهم شو بيسعوا عادة حتى شافوا هاي الأجزاء؟ جابوا خلية وعملوا لها فريز فراكتشرين، جمدوها وبعدين كسروها. لما كسروها كيف يكون عندك كشر، يعني قشرة البندق؟ نفس الشيء زي اللي كسرناها وشفنا الآن فيه طبقتين، ظل جزء من القشرة الخارجية والقشرة الداخلية. فهي عندي الأوتر ممبرين وهاي عندي الانر ممبرين، شايفين هاي النقط اللي موجوده هيك مرشوشه رش؟ هاي بسموها نيوكليير بور اللي هي الثقوب النوويه، وهاي التكنيك بسموها فريز فراكتشرينج، التكسير من خلال التجميد. فقدروا يشوفوا اللي هي الثقوب النوويه، هيا لاحظين هاي شايف، هاي كل واحد يمثل ثقب نووي. فهاي من خلاله بتستطيع النواه انها تتبادل المواد من والى داخل النواة. هاي نفس الشيء نيوكليير لامينا، هذا راح نحكي عنها. شايفين نيوكليير لامينا زي الشبكة، هذا راح نحكي عنها. طيب هلا بيجي برد بعيد المعلومات اللي أنا حكيتها مرة ثانية. ظل معنا دقيقة، بعد الدقيقة إن شاء الله برد ندخل مرة ثانية. Pores lined with a structure called pore complex regulates the entry and exit of molecules from the nucleus. الثقوب النووية اللي هي عملية تنظيمية تسمح بتبادل المواد من وإلى النواة. The nuclear size of the envelope is lined by the nuclear lamina, اللي هي بسموها الشبكة النووية, which is composed of proteins and maintains the shape of the nucleus. فشو وظيفة اللامينة، الشبكة النووية، اللي هي تحافظ على شكل النواة. يعني بمعنى آخر لو سألتك الآن شو شكل النواة بشكل عام دائما، شو بتطلع عليها؟ نووية. كروية، راوند، أوكي؟ فعمرك شفت نواة مربع؟